المورد العاشر في البداية والنهاية، الجزء الثالث عشر. ابن كثير يقول: ثم دخلت سنة 56 و600، سنة 656 هجري، ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. نحن بينا في الدرس السابق إلى ما وصلنا إليه، لا يوجد شيء اسمه ابن العلقمي أو يرجع إلى ابن العلقمي أو لابن العلقمي مدخلية فيه. سنرى كيف سيوجه الأمور وكيف سيدلس حتى يعلق الفشل والخيبة والبؤس والهزيمة والخزي والعار على غيره، على شماعة ابن العلقمي. تحويل على مفلس، تحويل على مفلس. يقول: هذا كله عن آراء الوزير ابن العلقمي. لاحظ التدليس إلى، يعني ليس في قضية جزئية، وإنما يقول: ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. يعني يكفي في دحض هذا الكذب والافتراء والإفك من ابن كثير ومن أئمة التيمية منهج التكفير المدلسة، يكفي ما قاله ابن الأثير قبل أكثر من 40 عاما، ما أشار إليه إلى أكثر من 40 عاما، ما ذكره من حدث حصل منذ أكثر من 40 عاما من سقوط بغداد والذي نعى فيه ونعى به الإسلام والمسلمين. فأين كان ابن العلقمي حتى يأتي أحد أئمة الدواعش التكفيريين الإرهابيين يعلق هذا السقوط للإسلام وللمسلمين على ابن العلقمي؟ يقول في البداية والنهاية، يريد أن يفسر لماذا يقول: وقع على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. يقول أنه لما كان في السنة الماضية، أي في سنة 655، كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير. لاحظ يقول: حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ، نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير. أقول: أئمة دواعش، أئمة عصابات السرقة والسلب والنهب والقتل والإرهاب، فقضية النهب طبيعية جدا عنده، بل يفتخر بها ويذكرها بدون أي تردد ولا أي حياء. ويوجد غيره، هو لم يذكر كل شيء هنا، وإنما يوجد غيره، بل كل من ذكر هذه الحادثة يتحدث عن الاعتداء على الأعراض وانتهاك الأعراض وارتكاب المحرمات في الكرخ وفي محلة الرافضة وعلى الرافضة. إذن هذا عندهم الآن، ما يحصل الآن من الدواعش هذا له أصل، له تأسيس، له أساس، له تشريع. هذا هو تشريعه، هذا أحد أئمة وأحد أقطاب المنهج التيمي التكفيري. ابن كثير يمنهج لهذا الأصل ولهذه القضية الإرهابية القاتلة. يقول: فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. يقول: ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله. لاحظ يقول: ولهذا كان أول، على فرض أنه كان أول من برز، سنثبت كذب ابن كثير وافتراء ابن كثير وإفك ابن كثير على ابن العلقمي، بالرغم من أننا لا نؤيد ابن العلقمي. لعنة الله على كل من عمل في سلطة السلاطين الظالمين، أعداء الحق وأعداء أهل البيت وأعداء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعداء المنهج النبوي الرسالي الشريف.
يقول ولهذا كان أول من برز، يعني أعطى الإفك، أعطى التهمة، أعطى الافتراء، أعطى الكذبة، طرح الأكذوبة. بعد هذا يريد أن يعطي الدليل على هذه الأكذوبة، البرهان على هذه الأكذوبة، التغرير بهذه الأكذوبة. يقول ولهذا كان أول من برز إلى التتار. الآن نقاش في الصغرى وفي الكبرى. الآن هل أنه كل من خرج أولا إلى التتار فهو الذي حاك المؤامرة وكان السبب الرئيس والمحور والقطب الرئيس في سقوط الإسلام والمسلمين وسقوط بغداد؟ هذا أول الأمر. والنقاش في الصغرى أنه هل هو فعلا أول من برز إلى التتار؟ لا تتم الكبرى ولا تتم الصغرى. يقول ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع في السلطان هولاكو خان لعنه الله. فقط يعني أطروحة أولية، إشارة أولية، يعني من شروط هولاكو عندما وصل وأحاط ببغداد، عندما طلب خروج الرموز، القادة، الوزراء، المسؤولين، الخليفة، الكذائيين، التجار، الفلانيين، ماذا اشترط عليهم؟ قال يخرج فلان وفلان وفلان، أو هذه الشريحة أو تلك الشريحة، أو هؤلاء وهؤلاء مع عوائلهم. هذا الأمر الأول. الآن ما هو الادعاء؟ لماذا يخرج فلان وفلان وفلان مع عوائلهم؟ كان الادعاء الأول من هولاكو أنه سينفيهم هم وعوائلهم إلى الشام. أيضا هذا من التدليس، يعني خروج ابن العلقمي مع عائلته. ونحن سجلنا وقلنا، أعتقد سابقا أشرنا، قلنا كيف خرج مع عائلته؟ هل كان بإذن الخليفة أو بدون إذن الخليفة؟ وكيف سمح له الخليفة والقادة المماليك ومماليك المماليك، كيف سمحوا له بالخروج هو وعائلته؟ فإذا كان خائنا، كان رافضيا، كان معروفا بالخيانة، فلماذا سمحوا له بالخروج وأخذ العائلة معه وهم يفتكون بأي إنسان على مجرد الاحتمال؟ كيف سمحوا له؟ لكن هذا هو تدليس، كما أخبرتكم بأنه لاكو اشترط بأن يخرج القادة، وأعطى بعض الأسماء وذكر بعض الأسماء وتحدث عن عناوين تخرج هي والعوائل. الآن من أين لي هولاكو هذا الشيء؟ لا نتصور بأن القضية أتت من فراغ، كما أخبرناكم قبل سقوط بغداد بأكثر من 40 عاما، وهولاكو يشتغل على المسلمين وعلى بلاد المسلمين ويغزو ببلاد المسلمين قبل أكثر من 40 عاما، وحكام المسلمين انقادوا لهولاكو وصاروا عمالا عند هولاكو، هو الذي أعطاهم الإذن بالولاية وبالخلافة وبالسلطنة. هذا ما حصل فعلا. ومع هولاكو الكثير من وعاظ السلاطين، وعاظ سلطان هولاكو، من أئمة الداعشة، من أئمة المارقة، من أئمة التيمية، كانوا ملازمين ومرافقين لهولاكو، ليس من هذه البلاد، وإنما التحقوا به من أول بداية المغول، من بلاد الصين، من منغوليا. وأئمة الداعشة والدواعش مع هولاكو يؤمنون ويشرعنون عمل هولاكو، إذن يعرفون تفاصيل الأمور. فالجاسوسية وما عند هولاكو من معلومات تصل إلى نسبة كبيرة من الدقة، كانت يحصل عليها بأسهل ما نتصور من الطرق.